تعرف ساحة الثورة المعروفة شعبيا بساحة الكوغ خلال شهر رمضان إقبالا من طرف العائلات العنابية وحتى الولايات المجاورة، حيث يجد المواطن العنابي راحته من خلال الطابع المعماري الذي تميز به ساحة الثورة، إذ تعد من عادات العائلات العنابية لسنوات طويلة، حيث تتنوع القعدة العنابية والتي تميزتها سهرات المالوف، أين تتزين الساحات بالفوانيس والأضواء، مما يوحي للزائر العنابي أنها جوهرة الشرق لشرق الجزائري. إذن المزيد مع عبد الناصر جلال. يجيو لي فامي، يجيو يرتاحوا هنا، يجيو بعد التراويح، الموفمون كله هو بعد التراويح. بعد التراويح عنابة حاجة مليحة اللي فيها عنابة الكالم. الحمد لله السعادية، الحمد لله رانا نحوسوا منا من الغاشي. نزوزوا السهرة لاباس، ما كانش مشاكل، الحكومة الحمد لله يعني واقفة. نجيو لهنايا اون برون دي كافي، نجيو اون فامي اون برون دي غلاس، سيرتو عند لا كريمري معروفه دي تاع بالرابح. ها سل عاده سي اون تراديسيون اي سا بيرمي او جون دو سو ريتروفي ابري التراويح. يا بوكو دو فامي كي فيان لهنا، اي سون اون تران دو فير لور زاشا لولادهم. هذه حومة عيد هكا السمانة، هذه سونت اون تران دو فير لي بريباراتيف تاع العيد تاع ولادهم لي زاشا، ومن بعد يجيو يرتاحوا هنايا يصيبوا.